بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخواني أخواتي، كيف حالكم في جميع أنحاء العالم؟ أحبكم من صميم قلبي، والله لا نريدكم أي شيء جز. قال تعالى في كتاب الكريم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تعالوا يا أخواني يا أخواتي، ارجعوا إلى التوحيد وعلى منهاج النبوة حتى ندخل جنات النعيم. إني مستعيذ في كل دول العالم أروح قبل أرتحل من هذا الدنيا الوقتي، أفتح مستشفيات في كل دولة وأعلم 10,000 طالبة طالبة، وعندي 15 كتب باللغة العربية والإنجليزية، أريد أعلمهم كل الناس، مسلم، مسيحي، يهودي، يزيدي، بوذي. الآن إن في سريلانكا، أريد نخدمكم من كل شيء. والله إذا دكتور تتكلم باللغة الإنجليزية هذا رسالة، تبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I need to help all Muslim people, all country. I need to travel all Muslim country. Open hospital and student. I need to study the 10,000 student to Tubal Nabawi. I need help all people, not only Muslim, Buzi and Christian and another people. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أحبكم جميعا يا أيها العالم.